نحن امام تواجد هنا امام واحد المتنفس الوحيد ديال المنطقه ديال سيدي معروف اللي كانت هذه من مده الاشغال ديالها موصده منذ الظرفيه ديال الجائحه ديال كورونا. استبشرنا خيرا بانطلاق ديال الاصلاح ديالها والتهيئه ديالها، لكن للاسف الاشغال ديالها تمات من طرف احدى الشركات الكبرى على ديال التنميه على مستوى الدار البيضاء، اللي التكلفه ديالها مع مجموعه ديال بعض الحدائق اخرى مليار و400. للاسف كنشوفوا بان الاشغال انتهت فيها هذه مده تقريبا حوالي باش انتهت في مده سنه هذه. تعطات لا ريسيبسيون للشركه اللي نالت الصفقه وقامت بالانجاز ديالها، ولكن اللي ثار انتباه ديالنا والملاحظ والمتساءل عليه سواء من طرفنا كمهنيين ومنضوين تحت اللواء المنظمة الديمقراطية للشغل ولا حتى من طرف الساكنة، أنها بقات موصدة أمام الولوج ديالها الأطفال والأمهات والشيوخ. وهنا كنتسائلوا كمنظمة لماذا أن مثل هذه المتنفسات باش تصوب من المال العام وكتدبر اسميتو ديالها مشات الشركه اللي كانت نالتها دخلات شركه اخرى في اطار الصيانه، ورغم مجموعه ديال هذه المجهودات وديال الصرف ديالها من الاموال ديال الساكنه البيضاويه ومن دافعي من الجيوب ديال دافعي الضرائب بقات موصده. كنشوفوا اليوم انه كيجيو النساء باش يتنفسوا فيها هما والاطفال ديالهم كيلقاو الابواب موصده، كنشوفوا الاطفال انهم كيديروا بعض سميتو انهم باش ينقزوا في المساء باش يدخلوا يريحوا فيها، وهذا الشيء هذا غير معقول. نحن اليوم هاد سميتو ملي كتكون هاد الكلفه الماليه من المال العام باش نصوبوا واحد المتنفسات للترفيه اللي هي وحيده، وكنعرفوا الدور ديال هاد المتنفسات داخل الساكنه انها موصده، فهذا الشيء غير مقبول. والتساؤل ديالنا اليوم على الجهات المسؤوله وخاصه على مستوى جامعه الدار البيضاء، لان كنعرفوها هي المسؤوله على سميتو على مستوى المقاطعات، لماذا هذا المتنفس ما يتمش الفتح ديالو او الولوج ديالو باش يقوم الدور البيئي والايكولوجي ويكون متنفس للساكنه. المطالب ديالنا وديال الساكنه ان مثل هذه المتنفسات اللي تصرفت عليها من المال العام انها تفتح امام الولوج ديالها امام الاطفال وامام الامهات والشيوخ. ولهذا كنطالبوا من السيد المسؤول الاول سي الوالي الجديد المعين، اللي هذه مناسبه كمنظمه ديمقراطيه نحييه على 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 المجهودات اللي قام بها. وكنشوفوا ان الدار البيضاء اليوم اصبحت واحد الديناميه، باقي اقل من شهر على التعيين ديالو. في حقيقه نستحسنوا هاد الجولات والمعاينه اللي كيقوم بها، وهذا رجل ميداني كنعرفوه بحكم كقطاع مهني في جميع الجهات اللي كان فيها انها اصبحت فيها واحد التنميه وواحد الحركيه، وخاصه على الشيء ديال البيئه والمساحات الخضراء. ف نتمين زعما المجهودات اللي كيقوم بها، وهي رساله ليه موجهه ليه خاصه انه على مثل هذه الاشغال ديال هذه المتنفسات يركز عليها، وخاصه اللي كتم اعلان عليها من طرف الشركات ديال التنميه الكبرى. وفي الشق ديال الصفقات العموميه اللي كنشوفوا نسجل فيها كمنظمه انها محتكره من طرف شركات معينه معدوده على رؤوس الاصابع. وهنا هذا نموذج اليوم امام هذا المتنفس اللي كنتسائلوا علاش كملات هذه مده ديال سنه ما تفتحاتش الولوج، مع العين بان هذا مال عام، هذه صفقه عموميه فيها واحد الضمانه ديال
ديال لا كارونتي اللي خصنا اننا باش نعرفوا الجوده ديال هاد الاشغال هذه. وحنا في مثل هاد الاشكاليه اليوم اللي كنشوفوها مصاده بالسلاسل، ضيعات علينا، ضيعات علينا كدافعي الضرائب وكساكنه بيضاويه، واحد سميتو الفرصه اللي هي كتحمي المال العام في اطار لا كارونتي. ها الشركه مشات دازت المده ديال لا كارونتي، الساكنه ما مستفدتش من الولوج ديالها. اذا هنا كنشكو بان هناك محاباه لبعض الشركات انه باش تضيع علينا حنا هذه الفرصه ديال لا كارونتي.